أحكام الإعدام تتنفذ الصبح، بتعرف ليش؟ مشان اللي رح يموت يشوف الشمس لآخر مرة، يعني هيك بتوقع. شو حلوة ما؟ كتير زبطة. مشان تناسبك جينجو أفندي، أكبر عذاب بهالدنيا يا ترى أنت بتعرفه جينجو بيك؟ الانتظار، وخاصة الانتظار بلا أمل. أنا كتير استنيت يا جينجو، وهلأ دورك تستنى. بعرف إنك مستغرب هلأ كيف أنا قاعد بهدوء ورايق، كأني ناطر اللي رح يصير الصباح. بتحسني دائما متعود أعمله، بس هالمرة هالواطي اللي شايفه قدامي، هذا الشخص التافه هو السبب بموت حبيبتي زينب. سمعتني؟ قلت حبيبتي زينب. تعرف شو؟ في جواتي هلا مليون إحساس بنفس الوقت، عم يتخانقوا مع بعض. إحساس بالغضب والقتل، حتى إحساس الندم معهم، وإحساس بالخجل عم بيخليني أتمنى الأرض تبلعني وأخلص. الأحاسيس عم يتسابقوا. أول واحد بيقول للكل بدي أطلع قبلكن، وبيقول له التاني لا وقف أنا بدي أطلع قبلكن، وبيقول له التالت لحظة أنا بدي أسبقكن، وكل هالأحاسيس بدها تطلع لحتى تعذبك على الشي اللي عملته. إيه؟ شو كأنه خايف منا ما؟ خايف؟ خليك خايف. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.